السلام عليكم. اليوم حبيت نتكلم على واحد الاقتراح، هذا هو الاقتراح الثالث في السلسلة هذه تاع الاقتراحات تاع المشاريع، يعني افكار اللي يعني فكرت فيها ودرستها مليح. اليوم نروح نشوفوا مدينة بالسكرة، وعندها المشكل نتاع الواد أو النهر اللي يمر في وسط مدينة بالسكرة، واللي يعني الآن راهو شغل أصبح عائق اللي يشوه المدينة تاع بالسكرة. والعوض اللي يكون عائق، انا الاقتراح ديالي نعطي اقتراح باش يولي عامل ايجابي وعامل نتاع جذب سياحي. اذا اعطينا له بعض التهيئة، وهنا هنا الآن رانا في المدينة نتاع بسكرة، ونشوف الصورة تبدو غير واضحة. الصورة غير واضحة، الآن بدأت تتضح الصورة، ونشوف النهر هذا الواد اللي يمر في وسط المدينة ويقسم المدينة على اثنين، ونشوف باللي الاتجاه نتاع سيلان المياه هو يمشي بهذا الاتجاه، يعني الماء يمشي من الشمال ويروح نحو الجنوب، هذا هو الاتجاه نتاع الماء، لأن المنطقة المرتفعة جاية في الشمال. إذن وش هو الاقتراح؟ الاقتراح هو أن ندير سد في وسط المدينة، نديرو انديك هنا نتاع السد، ونسموها يعني سدود صغيرة تسمى يعني عندها تسمى بلي روتوني، سين روتوني كولينير، سكون ابل اون روتوني كولينير، وهي يعتبر سد صغير بدون ما نكبر في الحجم نتاع السد هنايا نتاع الكاباسيتي نتاع السد، نخلي برك ندير حاجز هنا، حاجز مائي، ونخلي الماء يتلايم هنا لداخل. اعتذر عن الصوت الصادر من خارج البيت. إذن نديرو سد هنا، ندير حاجز مائي، وهذه المنطقة هذه تتعمر بالمياه. لكن قبل ما نديرو نعمرو الماء وننتج السد، لازم ندير التهيئة نتاع الأطراف نتاع الواد هذا. تهيئة يعني نديرو دي مير دو سوتان من هنا، نديرو دي مير على الأطراف، ونهيئ كمثلا نديرو دي كورنيش هنا، نبنيو اون كورنيش من هنا وتجي لتحت، ونديرو مشاريع ترفيهية سياحية طرف على أطراف الواد هذا، نديرو هياكل نتاع المرافقة نتاع
مدرسة تكون متوسط، ما تكونش فيه نديرو فنادق، إيه شي كبير نديرو فنادق هنا على حافة السد هذا، ويكون فيه نظام باش نتحكم في يعني العلو، نسبة التعمير نتاع السد هذا، لو طودرون بليساج باش يكون ان طودرون بليساج ريغولي، يعني مستقر، ويكون فيه او نيفو دو لا ديك، الى درنا لا ديك الحاجز المائي هذا، يكون فيه وسائل باش ان كا تكون امطار غزيرة يتفتحوا دي فان باش السد هذاك ما يفيدش على الاطراف على المدينة، يكونوا فيها ان سيستيم دو ريغولاسيون نتاع الفيضانات نتاع السد هذا، باش يبقى توجور المستوى نتاعو هذا هنا، المستوى ديالو مستقر في ان سيرتان نيفو، مستوى مستقر. وعلى اطراف السد ندير مشاريع ترفيهية، ولا ندير حدائق فضاءات، وننقص من العرض نتاعو. اذا بنينا مثلا ماذا دي مير دو سوتانمون من الداخل، ممكن ننقص من العرض ديالو ونربح شوية فضاءات كما هنا. ممكن هو العرض ديالو هنا مثلا عندنا حوالي 450 متر، ما شاء الله. ممكن نبني 50 متر من هنا، وخمسين متر أو 100 متر من هنا، وخمسين متر من هنا، تبقى 350 متر داخل باش لاحتواء النهر هذا والوادي هذا. وديك 50 متر نبنيها، نعمرها، ندير فيها ان رومبلي، ندير مير سوتانمون من هنايا، مير دو سوتانمون، وتبقى هذيك الخمسين متر ممكن ندير فيها بنايات نتاع هياكل نتاع مرافقة بالنسبة للمدينة، وكذلك هياكل سياحية خاصة في المنطقة هذه هنايا. هذه المنطقة ممكن نديرها فضاء سياحي هنايا، ويبقى السد دايما معمر بالماء، وهذاك الفائض توجور الفائض هو ياخذ مرحله تاع باش يتعمر بالماء، ومن بعد يولي الماء يعقب مباشره، يعني يولي لا روتوني هذه كولينيير تحكم المستوى تاعها، ومن بعد الماء الزائد كله يعاود يهبط في الفتحات نتاع السد، يكون فيها فتحات سيستم دو افيك ان سيستم دو ريغولاسيون، والفتحات، ومن بعد الماء يروح يكمل الوادي، يكمل المسار ديالو هنايا نحو الجنوب. إذن هذا هو الحل بالنسبة لمدينة بسكرة، يكون فيه سد على في وسط المدينة. احنا شفنا المثال هذا، أنا شفته في أمريكا، في أريزونا، كانت مدينة من يعني أفقر المدن والولايات في أمريكا، وجلبوا الماء وداروا أن لاك في وسط المدينة تاع أريزونا، وجبدوا الماء على 400 كيلومتر، وداروا مسطح مائي في المدينة، ولات المدينة هذيك ولا عاد عامل جذب سياحي بالنسبة للمدينة. يجوا هذوك اللي عندهم لاترات للمسنين، يجوا يجوزوا لي فاكونس تاعهم في أريزونا، لأنه فيه ألعاب مائية، فيه موانئ على اللاك هذاك، على البحيرة اللي داروها اصطناعية، في الوقت اللي يكون فيه البرد في اماكن اخرى. اريزونا جايه في الصحراء، كانت سخانه ثم، هذاك البحيره اللي بنوها وجابوا الماء من نهر كان بعيد ب 400 كيلومتر على مدينه اريزونا، وصبح عامل جذب سياحي، يدخل مداخيل كبيره للمدينه،
وتطورت المدينة، كانت مرتبة 47 أو 48 في أمريكا، وأصبحت من المرتبة 14 من ناحية التطور في أمريكا. يعني هذا الترتيب يعود إلى 10 أو 15 سنة. إذن هذه هي الأفكار اللي ممكن تجيب إضافة، لأنه الآن المدن لازم تكون عندها وسائل تاع التطوير، تكون وسائل ذاتية، لازم ما تبقاش تنتظر في البيجي نتاع الميزانية نتاع الدولة، تعطي لها ميزانية باش تطور الهياكل تاعها، ولا تطور المدينة تاعها، ولا دير التسيير الحضاري تاعها، يعني لا مينتونونس نتاع التراث الحضاري، التراث المعماري تاعها. لازم تلقى منابع نتاع تمويل، والمنبع تاع التمويل الأساسي هو السياحة، هو السياحة. إذن إذا كان فيه لاك، إن ريفيير كما نقول حنا، بلان يعني لافور، عندها لافور تاع لاك، وخاصة هنا في المنطقة الجنوبية، بلاصة هنا المنطقة عريضة عريضة، ممكن نديرو ألعاب مائية، ممكن نديرو فنادق، ممكن نديرو مطاعم، مطاعم على الجوانب تاع النهر هذا. لازم السلطات في بسكرة بمشاركة الخواص المستثمرين من بسكرة أو من خارج بسكرة يفكروا في المشروع هذا، لأن الأفكار هذه هي اللي فيها المفيدة، اللي فيها فائدة كبيرة. يقول لك القاوري كي نيطون طاريان ناريان، لازم الإنسان يكون عنده هذيك الروح نتاع المبادرة والروح نتاع المغامرة، ويامن الإنسان يامن بالأمور، ماشي يدير ما يدير غير الأفكار، تكون عنده تحديات. هذا يعتبر تحدي بالنسبة للإطارات والمسؤولين نتاع بسكرة، هذا تحدي أن يديروا حاجز مائي في وسط المدينة، وسوف ينعش الجو، إذا سرتو إذا كان فيه فضاءات نتاع أشجار وتشجير على حواف الواد هذا، يكون فيه، وبعد يفتح المشروع هذا يفتح مجالات أخرى كثيرة، يديروا دي كلوب أكواتيك، يطوروا للرياضات المائية، ممكن يعني فيها كثير كثير مجالات كثيرة ممكن تتحل بسبب هذا المشروع نتاع سد أو حاجز مائي أو روتوني كولينير في وسط مدينة بسكرة. وحتى يعني السد إذا كان بدا الامتلاء، ممكن حتى هنايا المنطقة هذه سوف تمتلئ، يقدروا يتحكموا يعني في الفلاروتوني تاع الماء، في الكمية تاع الماء، يتحكموا فيها بطرق كثيرة. في المنطقة هذه مثلا هنا ممكن نديروا الحاجز المائي يوصل حتى المنطقة هذه، ومع الواحات هذه اللي هنايا ممكن نخلق منطقة رطبة في هذا البلان، المكان هذا منطقة رطبة تكون فيها، يكون فيها يكون عامل جذب سياحي مهم للمدينة. إذا نكتفي بهذا القدر، واستودعكم الله إلى مشروع آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.